مرحبا، أهلا وسهلا فيكم. أنا الدكتور رشاد حداد، استشاري البورد الفرنسي لطب وجراحة النساء والتوليد، ومحاضر بالأكاديمية الأمريكية للطب التجميلي. جزء من العلاجات بالطب التجميلي النسائي الخاص اللي حكينا عنه هو الليزر. جهاز الليزر بنعتبره مثل السماعة عند الطبيب الأسرة، اللي هو الجهاز الأساسي اللي بنعمل فيه. ليش؟ أول شيء، شو هو الليزر؟ الليزر عبارة عن موجات كهرومغناطيسية مثل أي موجات، مثل موجات الضوء، مثل موجات أخرى بحياتنا اليومية، بس فرقها أنه هي موجات منظمة. كيف العرض الاستعراضي المارش العسكري، كيف رقص الجماعي الباليه وقت ما بيكونوا مجموعة كلياتهم سوا، كيف الموسيقى المتجانسة، هيك بتطلع إشعاعات الليزر. استعمالاتنا متكررة ومتعددة، وفينا نستعملها بشكل لا محدود. تعتمد أنواع الليزر على شو المطلوب منه، نحن شو هدفنا منه. وكل جهاز ليزر فينا كمان، في عنا هون مثل بورد، منغير البورد والمعطيات حسب شو مطلوب مننا. مثلا الاستعمال الأول والأكثر انتشارا في منطقتنا هو لشد وارتخاء العضلات والإحساس بالارتخاء بعد الولادة، إعادة تكوين الكولاجين، زيادة كمية الدم للمنطقة، وبالتالي إعادة الحيوية والنشاط مثل ما كانت من أول. الثاني، السيدات اللي بعد سن انقطاع الدورة. بعد سن انقطاع الدورة أعراض كتيرة بتصير، منها ومن أصعبها هو الجفاف المهبلي. الجفاف المهبلي بيسبب إزعاج للسيدة نفسها، بيسبب إزعاجات بالالتهابات المتكررة، إزعاجات بولية، وحتى بالحياة الزوجية تبع كل يوم. قد يكون العلاج الهرموني هو أحد الحلول، أو العلاج الموضعي بالكريمات، ولكن الليزر لازم كمان نحطه بعين الاعتبار انه هو احد الحلول المهمة. بيزيد الدورة، بيزيد افرازات المهبل، وبالتالي بخفف كل هالازعاجات هي تبع الجفاف المهبلي. الجفاف المهبلي احيانا منشوفه حتى عند السيدات الصغار اللي عندهم التهابات متكررة. الجفاف المهبلي منشوفهم عند بعض السيدات اللي عملوا عمل جراحي بسبب وجود اورام سرطانية، عشان ما بقى يكون في تأثير هرموني. إذن الليزر بحللنا كل ومعظم هالمشاكل هي. الليزر بنعتبره هل هو وقاية أم علاج؟ هو الاثنين. وقاية بعد الولادة، حتى الليزر المتكرر اللي منعيده بشكل دوري مو معناته كل شهر، دوري قد يكون على مدة 3 أشهر كل شهر جلسة، وبعدين كل سنة جلسة، بس حتى ما نضطر بعد الولادة الثالثة أو الرابعة نجري عملية لارتخاء عضلات المهبل. وعلاج للحالات اللي اوريدي فيها ارتخاء. هل هو علاج لكل الحالات؟ طبعا لا. الدكتور بخبرته بيعرف امتى يقول يا سيدتي انت للجراحة وانت للليزر. واهلا وسهلا فيكم.